السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيها الرئيس المحترم والخلات الكرام والأولار والصديقات المحبات، أريد أن أوقي أمامكم كتبة وجيزة عن المولوه الدعاء. الدعاء والعبادة، العبادة لله وحدة من أنواع الدعاء، الاستهانة، الاستغاثة، الاستعاذة. أما الاستهانة جائز للكلائك من قدرة فقط وهو من غير عبادة، وأما الاستهانة فوق قدرة الكلائك وهو شرك. قال تعالى في سورة المائدة من آية الثاني: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذا أن نستعين لله وحده للأمور الذي غير قدرة الإنسان أو الكلائك، لأنه ومجيب الدعوة وهو على كل شيء قدير. قال تعالى في سورة فاتحة من آية الخامس: إياك نعبد وإياك نستعين. يا أيها الإخوة والأخوات، الدعاء لله وحده، لأنه قال تعالى في سورة الغافر رقم آية 60: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء والعبادة. رواه الترمذي. نجد في القرآن الكريم عن آل المشركين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم: وهم يعبدون ويدعون مع الله آلية عبادا كثيرة مثل اللات والعزى والمنات، وهو يؤمنون بالله ولكن يدعون مع الله آلية أخرى، الشفاعة بهم والزلفة بهم إلى الله تعالى. أما أبطل الله زهمهم بآيات الكريم في القرآن المجيد في أمكنة كثيرة. قال تعالى في سورة الأعراف: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وكذلك آية أخرى في هذه سورة: إن الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسكم ينصرون. وكذلك من آيتين في سورة الأعراف الخامس والسادس: ومن أضل ممن يدعون من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا أشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أما نجد في هذا الزمن يعبدون ويدعون مع الله آلية أخرى مثل الموتى الأولياء الجن والملائكة. فيا أيها الإخوة والأخوات، الدعاء لله وحده، والذين يدعون من دون الله وهم مشركون، الشرك ظلم أليم، وهو لا يغفر الله لهم ذنوبهم فمهواهم النار وحرم عليهم الجنة. لذا نعبد وندعو الله وحده لأنه هو ربنا خالقنا ورازقنا ومالكنا، وهو مجيب الدعوات وكالي الآجات. لذا قال تعالى في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذا في سورة الإسراء رقم آية 110: قل ادعوا الله عبيد الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يا أيها الإخوة والأخوات، لا نستطيع أن نعيش من غير الدعاء، لأنه لا يقبل الله لولا دعاؤنا. وفقنا الله تعالى من الذين يدعون الله وحده المؤمنين والمحسنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. وأختتم كلامي هذا: الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.